تطلبوا تطلبوا افطارا مع الشاي واطلبوا لك افطارا. فشهيتي مو صدت من الابواب اليوم. لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا يا طارق؟ يا كعك امي مريضه. مريضه ولماذا ولماذا يا طارق لا تعالجها؟ فقد ذهبت للعلاج بمصر. مصر شفاه الله يا طارق. شفاه الله وعافاه. جزاكم الله خيرا. أجر وعافية يا صديقي. لا بأس لا بأس خيراً. عليها. تقول أمك محتاجة ومريضة وهي في مصر؟ نعم فهي بعيدة عني، ذهبت للعلاج بمصر. لا بأس عليها طهور، إن شاء الله شفاء إن شاء الله عاجل. ما يحزنني يا عم مروان أنني لا أستطيع الذهاب لا إليها. لا تحزن، تستطيع بإذن الله. وهذه وكيف؟ هذه تذكرة إلى مصر. لي؟ نعم. لا تستغرب لا تستغرب، أحدهم وضع هذه الرسالة في كتابي وكتب تذكرة إلى محتاج. ويعرف اسم جدي؟ جدك؟ نعم. ما بين جدك في الموضوع؟ اسمي طارق منصور محتاج شاي. الله أكبر. شاي أخضر أم أحمر يا طارق؟ إذن هي لك لأنك محتاج ولأن جدك اسمه محتاج أيضا. عم مروان نسأل الله السلامة لأمك. أنا اسمي أمين فتوح ريس، وهل سيعطيني تذكرة أذهب إلى باريس؟ اسمكم اسمك أمين فتوح ريز؟ نعم. وتحتاج تذكرة إلى باريس؟ نعم إلى باريس. إن شاء الله عندما أعود إلى الكتاب إذا وجدت شيئا في الكتاب أعطيك إياه.